اهلا بكم يا كل شباب وشابات الصف الثالث الثانوي، اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح ماده اللغه الفرنسيه. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض قواعد وكلمات الدرس الثاني من الوحده الثانيه، فالشباب معانا هنا هيشتغلوا من الكتب وانتوا هتتابعوا معايا من خلال الشاشه. الدرس بتاعنا شباب بعنوان parler de quelque chose sans dire son nom، يعني الكلام عن شيء بدون ذكر اسمه، الكلام عن شيء بدون ذكر اسمه. وفي الدرس ده هنتعلم اقسام السوبر ماركت، الاقسام اللي احنا بنشتري منها الطلبات بتاعتنا من السوبر ماركت. كمان هنتعلم استخدام الضمير الشخصي او، وكمان هنتعلم المنتجات الخاصه بكل قسم في السوبر ماركت. نبدأ على طول بمجموعة من الكلمات، فأنا هقول الكلمة والكلمة هتظهر قدام حضرتك وهي مترجمة. أن غيو، أن غيو، أن فخيجو، أن فخيجو، أن غرويير، أن غرويير، أن توست، أن توست، أن بو، أن بو، أن أدولت، un adulte. Le saumon, le saumon. Le thon, le thon. Le pop-corn, le pop-corn. Un type, un type. Une pizza, une pizza. Une crêpe, une crêpe. Une tartine, une tartine. Une boîte, une boîte. Une boîte. Une bouteille, une bouteille. Une quantité, une devinette, une purée, des frites, une spécialité, une soupe, une sorte, une patate, une patate. La farine, la farine. La cacahuète, la cacahuète, la cacahuète. La saucisse, la saucisse. La mousse, la mousse. Trouver, trouver. Désirer, désirer. Indiquer, indiquer. Commander, commander. Voler, voler. Payer, payer. Produire, produire. Devoir, devoir. Mettre, mettre. Se rendre à, se rendre à. Différent, différente. Principal, principal. Sans, sans. Frais, frais. Fraîche, fraîche. Il faut. Par jour, par jour. Surtout, surtout. Une liste de courses, une liste de courses. Au fond, des produits surgelés. Des produits surgelés. Des légumes secs. Le poisson salé. Un fromage râpé. Un paquet de thé, un paquet de thé. En général. ودلوقتي الشباب هنا هنردد الكلمات مع بعض وهنرجع لكم بعد ما نردد الكلمات مع بعض. شباب وشابات ثالثة ثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض مواقف الدرس الأول من الوحدة الثانية، فأنا هقرأ المواقف والشباب هيتابعوا معانا في الكتب و انتوا المواقف هتظهر لكم على الشاشة. الموقف الأول وبسرعة بنقول للسؤال عن التغذية، ازاي تسأل عن التغذية، فبتقول ايه؟
Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? يعني ماذا تتناول في الإفطار؟ فبتجاوب je prends des croissants avec de la confiture. أنا باخد كرواسون ومعاه مربى. طب للسؤال عن المشروبات المفضلة بتقول إيه؟ Quel boisson tu bois quand il fait chaud؟ يعني أي المشروبات أنت تشرب عندما يكون الجو حار؟ فالإجابة je bois de la limonade. أنا بشرب ليمون. طيب للسؤال عن الميول الغذائية ماذا تقول؟ Qu'est-ce que tu aimes manger؟ ماذا تحب أن تأكل؟ J'aime beaucoup le poisson. أحب كثيرا السمك. Tu manges quoi؟ Sorry. Tu ne manges pas du poulet؟ Tu ne manges pas de poulet؟ ما بتاكلش فراخ؟ الإجابة no. Je n'aime pas du tout le poulet. لا أنا لا أكل الفراخ أو الدجاج مطلقا. المواقف وإجابات متنوعة. Vous demandez à un copain ce qu'il aime comme produit sucré. خد بالك من الكلام. Produit sucré يعني منتج سكري. يعني أنت بتسأل رفيقك ce qu'il ما الذي يحب كمنتج سكري. إيه دي؟ هو هيقول إيه بقى؟ هيقول جيم لو شوكولا، بحب الشوكولاتة. جادور لو جاتو، بحب الجاتو أو بعشق الجاتو. جيم بوكو لا جلاس، أحب كثيرا الآيس كريم. أن كوبا فو دوموند سي كيل فو بور إتر أون فورم، فو ديت رفيق بيسألك ما الذي يجب، سي كيل فو، ما الذي يجب فعله علشان نكون في الفورم، علشان نكون يعني بصحة جيدة. بتقول Tu dois respecter la pyramide alimentaire. يجب أن تحترم. تحترم إيه؟ الهرم الغذائي. يعني إيه تحترم الهرم الغذائي؟ يعني تأكل زي ما هو موصوف في الهرم الغذائي. يعني في حاجات ممكن تأكلها كل يوم، في حاجات ممكن تأكلها أكتر من مرة في اليوم الواحد، وفي حاجات ما ينفعش تأكلها غير مرة كل يوم أو مرة كل يومين مثلا، زي قطعة اللحم، وفي حاجات ما ينفعش تأكلها غير ممكن مرة في اليوم، زي مثلا العسل أو المربى أو الحاجات المحلية أوي. في بقى حاجات مشروبات زي المشروبات الغازية يا دوب ممكن مرة في اليوم أو بلاش خالص، يستحسن يعني المياه الغازية ضارة. فأنت كده بتحترم الهرم الغذائي. بيقول له نصيحة تاني زي ne prends pas beaucoup de produits sucrés. لا تتناول كثيرا منتجات سكرية. أو مانج أن بو دو تو. مانج أن بو دو تو يعني كل قليلا من كل شيء. كل قليلا من كل شيء. Vous demandez à votre copain ce qu'il mange au petit déjeuner. يعني أنت بتطلب من رفيقك سكيل ما الذي. كلمة سكيل اتكررت معنا كتير، أعرفها إن هي ما الذي. ما الذي يأكله أو بيتي ديجوني في الإفطار. إل دي هو هيقول جو مانج دو بان اي دي زوف. يعني أنا باكل خبز وبيض أو أن ساندويتش على كونفيتور أفيك دو بور. ساندويتش مربى بالزبدة. ان ساندويتش على كونفيتور يعني ساندويتش بالمربى والزبده. او هتقول ان كرواسون افيك دو فروماج. هتقول كرواسون بالجبنه. ان كوبا سانفورمي سور لي انغريديون دو فوتر ديجوني. انغريديون يعني مكونات. يعني رفيق بيستعلم عن مكونات الغداء بتاعك. فوديت هتقول له ايه؟ هتقول له دو بواسون دو ري اي ان جو. يعني رز وسمك وعصير. دو بولي دي بات اي دو لا سالاد. يعني فرخه او دجاج ومكرونه وسلطه. او هتقول دو لا فيوند لحمه افيك دي فريت وبطاطس محمره. السؤال الخامس À la pâtisserie, vous demandez une glace. في محل الحلويات انت بتطلب ايس كريم. Le vendeur vous dit. الفندور بيقول لك ايه بقى؟ البياع يعني. Vous voulez quel parfum؟ حضرتك عايز اي طعم؟ او quel est votre parfum préféré؟ ما هو طعمك المفضل؟ او votre parfum préféré c'est quoi؟ البرفان المفضل بتاعك هو ايه؟ يعني الطعم المفضل بتاعك هو ايه؟ Votre ami vous demande ce qu'il y a dans votre sandwich.
صديقك بيطلب منك ما الموجود في الساندوتش بتاعك، ايه اللي في الساندوتش بتاعك؟ فوديت بتقول له دو بولي اي دو لا سالاد، يعني دجاج وسلطه، او هتقول اليا دو فروماج اي دي طوماط، يوجد جبنه وطماطم، او هتقول اليا دي فخيت اي تون سالاد، يوجد بطاطس محمره. Vous demandez à votre ami français le nombre de ses repas quotidiens. Vous dites, يعني بتطلب من صديقك الفرنسي عدد الوجبات اليومية بتاعته. أنت بتقول له إيه بقى؟ بتقول له combien de repas tu prends par jour؟ يعني كم وجبة أنت بتاخدها في اليوم؟ Quel est le nombre de tes repas quotidiens؟ ما هو عدد وجباتك اليومية؟ أو لو نومبر دو تي كوبان بار جور سي كومبيان، يعني عدد وجباتك اليومية بيكون كام؟ السؤال اللي بعده، فو دوموندي لو بري دي جلاس، فو ديت أنت بتطلب سعر الجلاس بتاعك، بتطلب سعر الأيس كريم، بتقول إيه؟ صافي كومبيان، ده بكام؟ أو سي جلاس سي كومبيان، الأيس كريم ده الأيس كريمات دي بكام؟ أو هتقول Combien coûte ces glaces? كم تكلف هذه الايس كريمات؟ Vous invitez votre ami à prendre le dîner. Vous dites, يعني انت بتدعو صديقك لاخذ او لتناول العشاء. Vous dites بتقول له Je t'invite à dîner chez moi. ادعوك للعشاء عندي يعني في منزلي. On va dîner ensemble, ça te dit? هنتعشى مع بعض، مناسب معاك؟ أو هتقول allons prendre le dîner au restaurant، يعني لنذهب لتناول العشاء في المطعم. Vous demandez à votre ami sa boisson préférée. Vous dites، يعني أنت بتطلب من رفيق صديقك المشروب المفضل بتاعه. أنت بتقول quel est ta boisson préférée؟ ما هو مشروبك المفضل؟ Quelle boisson préfères-tu؟ أي مشروب أنت تفضل؟ Qu'est-ce que tu aimes boire comme boisson؟ ماذا تحب أن تشرب كمشروب يعني؟ بالنسبة للإيميلات، سالو، tu prends le petit déjeuner où؟ أنت بتاخد البيتي ديجوني الفطار بتاعك فين؟ Avec qui؟ مع مين؟ Qu'est-ce que tu prends comme boisson؟ ماذا تتناول كمشروب؟ الإجابة سالو، je prends le petit déjeuner à la maison. أنا باخد الفطار في البيت. Je le prends avec ma famille. أنا أتناوله، خدت بالك من الضمير الشخصي لو؟ أنا أتناوله مع عائلتي. Je bois un jus d'orange. أنا بشرب عصير برتقال. السؤال الإيميل الثاني. سالو، qu'est-ce que tu aimes bien manger؟ ماذا تحب أن تأكل؟ Pourquoi؟ لماذا؟ Et qu'est-ce que tu n'aimes pas؟ وماذا لا تحب؟ الإجابة سالو، j'aime beaucoup le poisson avec parce qu'il est utile pour le corps. يعني أنا بحب كثيرا السمك لأنه هو مفيد للجسم. Utile pour le corps يعني مفيد للجسم. Je n'aime pas du tout le poulet. لا أحب أبدا الفراخ. الموضوع، vous parlez des aliments et des poissons de vos repas، يعني أنت بتتكلم عن الأليمو، عن العناصر الغذائية والمشروبات بتاعت وجباتك. الكلمات المساعدة prendre يعني يتناول، manger يعني يأكل، boire يعني يشرب. فبتقول بقى العناصر الغذائية والمشروبات اللي أنت بتاخدها في الوجبات بتاعتك، يعني في الفطار وفي الغداء وفي العشاء وفي فترة الوجبات الخفيفة. فبتقول au petit déjeuner، في الفطار، je mange du pain، باكل خبز، du fromage، جبنة، des œufs، بيض، et je bois un thé، وبشرب كوباية واحدة شاي. au déjeuner، في الغداء، je prends du poisson، أنا بتناول سمك، de la salade، et du riz، وسلطة ورز. Au goûter، في الوجبة الخفيفة، je mange des fruits ou des biscuits، أنا بتناول فواكه أو بسكويت. Au dîner، في العشاء، je prends du yaourt et je bois un jus de fruits،
يعني أنا باكل زبادي وبشرب عصير فواكه. الموضوع الثاني: parlez des aliments, des plats et des boissons que vous préférez et que vous n'aimez pas. تكلم حضرتك عن العناصر الغذائية والأطباق والمشروبات اللي بتفضلها واللي ما بتفضلهاش، اللي ما بتحبهاش يعني. والكلمات المساعدة هي بلا، أطباق أو طبق، صودا اللي هي المياه الغازية، سوسيسون سجق. فبتقول مون بلا بريفيري سي لو كوشاري، طبقي المفضل يكون الكشري. C'est un mélange de riz et de lentilles. يعني إنه خليط. C'est un mélange يعني إنه خليط من الرز والعدس. Je préfère le jus de fruits. بفضل عصير الفواكه. J'aime aussi les glaces. أحب أيضا الآيس كريمات. Je n'aime pas le poulet. لا أحب الدجاج. Je ne prends pas de soda. أنا لا أتناول الصودا اللي هي المياه الغازية. Je déteste le saucisson. أنا أكره السجق. Et les haricots verts. والفاصوليا الخضراء. Haricots verts. الفاصوليا الخضراء. وبكده نكون انتهينا من مواقف الدرس الأول من الوحدة الثانية. يلا يا شباب، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعليق للفيديو، تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لكل اصدقائكم، وما تنسوش تعملوا كمان سبسكرايب للقناه لو انتم مش مشتركين، وكمان ما تنسوش تدوس على زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون في فيديوهات امتحانات كتيره على القناه. لو كنت حريص انك تتابع الشغل بتاعي لازم تدوس على زر الجرس علشان يوصل لك كل التحديثات وكل الفيديوهات. تحياتي واشوفكم في الفيديو اللي جاي. اغراح.